السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب الصبايا؟ رجعنا بفيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة، شلونكم؟ شو أخباركم؟ بعتذر إنه شفتوا أنتوا 4-5 أيام الماضية، كنت أنزل لكم فيديوهات سريعة على أساس إنه بدنا نخلص الحقول، بس والله تعبت كثير فيها جد، كثير تعبت، فسحبت بالأخير مليت يعني، قلت أسكر وبعدين بكمل. فاليوم رح نكمل، طبعاً شكراً لتعليقاتكم الجميلة كلياتكم جد بارك الله فيكم. دائما انتوا هيك بتسعدوني انه بحس انه لما عم بقدم شيء في ناس عم بتشوف وعم بتتفرج او بتعطيني رايها، وانا سعيد بهذا الاشي بشكل جدا كبير صراحه. اليوم خلينا نشوف هي رقم 11، وين العقد تبعها؟ نفرغها رقم 11 وين كان؟ لفوق بدنا نروح العقد. تمام. هلا الشيء الجديد بالذكر، شكرا لكم مثل ما قلت لكم تعليقاتكم الجميله بارك الله فيكم. في احد اخوه واحد الشباب الله يعطيه العافيه كتب لي انه في تريلر كبيره موجوده بالشوب بالكراديات عندي، بارك الله فيك وشكرا لك على هي التنبيه هي. والله بجد يعني انا ما دورت عليها كذا مره وما شفتها، بس بعدين وقت انت علقت لي شفت شلون رديت لك مباشره، دخلت على اللعبه وتاكدت وفعلا لقيت موجوده، فشكرا لكم. يعني انا بالعكس لما يكون انا عم بلعب لعبه وبنزل مود وتلعبوا معي بنفس الوقت فانا كثير بستمتع صراحه. هو لو فيها انه مثل ارك سيرفايفر هيك بندخل بترك الارض ناس غيري تدخل، والله كان شيء بنبسطك، بس المشكله لازم ضل ميمي موجود فلذلك ما يحلو. المهم على كل اليوم ايش رح نعمل؟ اليوم بدي اخلص العقود كلها، خلصها كلها ما رح اخلي ولا عقد عندي. بعد ما اخلصهم كلياتهم يكون اتوقع المحصول رح يبلش يطلع عندي ونحن لسه اليوم باوله. اوه يعني انا هون طالع في شو اسمه بدي ماكينة، بس يمكن عندي ماكينة عندي ماكينة، طب بس خلينا نفضي هي. يعني طالع هون بالنمود بنظبطها بنخلص العقود وبعدين رح نبلش نشتري ماكينات ونكبر، يعني حصير معنا شوية فيولة كويسة يعني ان شاء الله، وعلى ضوء السيولة نشوف ايش بدنا نشتغل ايش بدنا نعمل. فاليوم ما كثير ما رح اعرف ايش رح يصير عندي مصاري، ما رح اعرف ايش يعني ما رح اشتري، بس اليوم رح نشطب العقود كلياتها. تمام. فلذلك رح نترك لكم لكم مهمة تحددوا ايش رح نشتغل بالفيديو الجاي او الفيديو لما نخلص، يعني نخلص العقود كلها بشكل كامل. القرار رح يكون عندكم انتوا تقرروا ايش لازم نشتغل وايش لازم نسوي، نشتري معدات، بنشتري ارض، بنشتري بقر، بنشتغل بقر، نشتغل حيوانات، نشتغل بقص السجر، ما بعرف انتوا اللي بتقرروا. بس خلينا ناخذ لمحه سريعه هيك شغلنا. عندي 45، طبعا انا ما كملته ما عملت له كولكشن مشان لا استخدمها. تمام. وعندنا هون تقول 30 صار شيء تقريبا 75، وهون 80 و150 155 وهون 170 وهون 50 شي 200 و 220 225 الف، يعني 200 الف تقول، لان في عندك كمان اجور تشغيل ومصروف، قول 200 250 الف. تمام. وعندي انا 40 الف، يعني بدكم تقولوا التوتال رح يوصل لل 300 الف. تمام. فانتوا فكروا لي بال 300 الف ايش نعمل، وردوا لي فيها واكتبوا لي تحت التعليقات ايش نعمل بال 300 الف، نعمل معامل، نشتري بقر، نكبر، نشتري شغف اراضي كبيره اشتغل عليها. انا كنت عم بفكر انه يصير عندي حصتين بس استثمار فاضي، يعني بحط 400 الف مشان والله بس اوفر 2000 ليرة اجار الحصادة، فما بعرف. فرح اقول لكم هذا القرار او هذا الرأي لكم، وانتو شاركونا برأيكم. تمام. احنا عندنا ماكينة مشان عشب بنقصه لكله، ولا بنجيب المصاري رح تجي عندي نشتري ماكينة مثل قص العشب، هي محتاجة بشكل جدا كبير، قص العشب مثلا، نشتري تراكتور اكبر او نشتري تراكتورات تانية مشان يساعدونا اكثر. يعني هلا انا معبوط بالعقود لانه لازم اخلصها، واذا ما خلصتها بتعرفوا انتم شو يصير علينا، فلازم اخلص العقود اول شيء، وثاني شيء انه ما اتركها. فهلا صار عندي واحد فل هون تقريبا شارفه عن الانتهاء، بس خلينا نصفها هي هون برجع لك شوي ثانية. اما هي مين شغالة؟ هون الله ابو عائلة ما في عجب، والله ايش في هنيك؟ في شي يوقف هنيك شي سيارة ولا ايش؟ ما مبينة علي هي بنص الارض، ايش هاي؟
سيارة شحن، انا ديك الحصاله كمان ما اشتغلت. يا ليلي، عم بقول ليش بس ما انضغطت. بس لازم نشغل الحصالات الباقية ما نوقف. ما يفل. طيب تعال تعال بروح نعبيها فيها شوي، مع انه هذيك لازم كمان نفضي فيها شوي، بس يلا ما ضل عنا كتير. يعني قربنا نخلص هذا العقد كمان، وبعدين بنروح على العقد اللي بعده. خبر جديد، خلينا نسكر هاي القواعد ونركب من قدام. هي صارت منشحة اول شيء، تاني شيء انا ما بعرف حصادتي من حصادة غيري، بس على ما اتوقع هي حصادة حصادتي، لانه في المازوت وفي التصليح، لان هن حصاداتهم يعطوني اياهم دايما عطلانات، يعني بضاعتهم بيعرفوها دايما جربانة. عرفتوا كيف علي؟ حلو جميل.
في سيارة شحن. لا مزبوط صح. معناته على هذيك سيارة الشحن بينما تروح الحصاد وترجع يكون فولت. تمام. بس فولت لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.